الذين أحيوا هذا المكان لمدة عدة أسابيع لضرب الجوع نحن نسموه لضرب عن الطعام وتحول هذا المكان إلى ندوة فكرية ترتقبها البلاد ندوة فكرية ترتقي فيها كل الألوان الإيديولوجية من سي صافي إلى سي نجيب إلى كل شيخ عز الدين وأنا أحييه نعم شيخ عمارة وما ننساوش السيدة بوهلال أنا سعيد مرة أخرى بلقائكم وحكيت إليكم أنا من حبيت أن أكثر عليكم الدواء والمجدان أنا موافق على كل ما سمعت وسأتي بكل ما سمعت بدلا مما ذكره الأستاذ نجيب إلى الأستاذ عصام إلى كل إلى الأستاذ جوهر إلى كل المتحدثين إلى الأستاذ الشاب الفاير سيف مخلوق ان شاء الله بك عد الباس يعني ما تدوشي ما سيدة اخرى ما كان اخرى تنتظر على كل حال احنا شيء في بلادنا اشياء كثيرة مؤلمة يعني ولو واحد بقى يعدد فيها ما يبقى ينوح معناها من حالة الفقر وغياب سلع أساسية والديكتاتورية أشد من ذلك وحاكم شو أقول عليه ماذا يمكن أن أقول أهم التعريف عرفه في بعض الحواريين بتاعه قال حاكم غير تقليدي مش كلاسيك ما أنا مش كلاسيك معناه ما هيش متوفرة فيه صفات الحاكم المعتادة متوفرة فيه كيفاش انتخبناه نحن أنا في التجربة أقول أنا بالنسبة واللي معي أقول ربي يغفر لنا وكفى ربي سمحنا نبي استغل كل عام نجيب القروي يقول فيما تشاء ولكن نعرف كل حال كان يديروا مؤسسه ناجحه مؤسسه اعلاميه ناجحه ومؤسسه اعلانات ناجحه اما صاحبنا هذا ما ادار اي مؤسسه اول وظيفه على الاطلاق اول اداره هي اداره رئاسه الدوله الامه عنده الاحزاب في العالم كل معناها هناك مسارات سياسية معروفة يعني يتربى في حزب يتربى في جمعية في نقابة في ويتطور معنا شيء حتى لين يصل عدول ينبغي أن يكون قد محيص تمحيصا شديدا لمدة طويلة هل فعلنا نحن هكذا؟ أنا بشوية كلام هكا كلام حتى كلام ما هوش عربية فصيحة يعني عربية ركيكة كيفاش تم إغواؤنا أنا السياسيين بتاع تونس مطلوب أنهم يبتعدوا معنا أنهم الناس يقولوا أبواتنا يقولوا ما تقيس كان ما تقيس معنا جربناه نحن السيد رئيس الحكومة هذه أول وظيفة قامت بها خفتها شنين رئيس الحكومة هذه أول وظيفة لإدارة شؤون الناس رئيس الحكومة وهو أول وظيفة لإدارة شؤون الناس رئيس دولة أنا نحن متعبين شوية نحتاج باش نعيد النظر في المقاييس اللي نقيسوا بها الناس باش ما نزيدوش نغلطوا مرة أخرى ونحلوا الوحلة هذه واضح أن الرجل متجه قدما لا بما لا تطيه عين الى الاحتيال الاستيلاء على كل السلطات وتدميرها واضح واذا اراد ان يستهدف مؤسسه من المؤسسات
الإيمان يسلط عليه حملة إعلامية وبعد ذلك يضرب يوجه الصواريخ. بطبيعة حال التوانسة بيش يخلصوا من هذا البلاء يعني. وتقديرهم اللي يظن بأنه 10 سنوات كما كان يقول الجوهر وبقية الأخوة 10 سنوات من الثورة اللي يظن بأنه مسحر الرجل هذا غلط. تونس أنا متيقن، إذا نحن متيقنين بأن تونس حصلت فيها ثورة فعلا مش لعبة، وأن هذه الثورة أن التوانسة معناها ذاقوا طعم الحرية لمدة 10 سنوات، فمش سهل يحكم لي زريبة قيس، مش سهل يحكم لي، لم لا تطلع علينا وجوه، معناها ما نعرفوهاش بالحياة السياسية، لأنه من أجل الرأي الآخر في بعض الصحف، في بعض وسائل الإعلام اللي هي حرة تحتاج إلى الرأي الآخر، فشوف الرأي الآخر هذا اللي بالسيف القاوم. أشخاص معروفين قال لهم يا سيد خرجنا نظرانا الناس نجم نحكي معاهم، ولكن هذاك هو هذاك المخرص هذاك المعجول يقول التوانسة هذاك اللي ذم معنا المفسرين الحملة التفسيرية هذه تذكرنا بالتشيع في الحقيقة. تشيع عندهم الدعاة هذا ما قبل اللي يكمنون ويربوا جماعتهم يقروهم في السر باش ينطلقوا الى الافاق بلغه يتكلمون بلغه واحده، حتى كلمه الدعاة هي اصلها معناها شيعي. هناك كلام على كل حال بهذا الموضوع ما يهمناش نحن مشكلتنا معاه مش هو شيعي ولا سني، مشكلتنا معاه انه المنقلب مشكلتنا معه انه دكتاتور، مشكلتنا معه انه يريد ان يلغي ثوره ويريد ان يلغي الشعب ويريد ان يلغي مؤسسه القضاء. في الحقيقه نهار اللي طلع ابو زاخر يرد على المنقلب وقت اللي قال منقلب القضاء هو مجرد وظيفه، فقام ابو زاخر اللي هو ابو زاخر هذا كان معهم زاد ولكن بالاخير ربي جابه في الصواب معناها هداه معناها مشى بالطريق الصحيح صوت تصويت صحيح وكان تصويته حاسما. قالوا نحن يا سيدي نحن ماناش متوظفين عندك وانما نحن سلطه، نحن سلطه. انا في الحقيقه شعرت بنخوه الانتماء للبلاد هذه، شعرت بان البلاد هذه فيها ثوره بالحق، لانه هذا نحن ما عرفناش الا في تاريخنا منذ القاضي السحنون في القروان وقت اللي اراد ابراهيم الاغلبي ان يفرض عليه القضاء، قال له انا بشرط نقبل الوظيفه لك بشرط ان تطلق يدي في عائلتك في اموالك وفي اموال عائلتك، فقالوا فعل. وذكرنا بقضاء في عهد علي بن ابي طالب عندما وجد درعه عند يهودي فاراد ان يستخلص الدرع فقال له تمسك بالحوز انه الدرع عنده، فلم يكن امام الامام علي الا ان ياخذه الى القاضي شريح، فحكم القاضي شريح بالدرع لليهودي لان الامام علي ما استطاعش ان يدلي بحجته، ما عندوش دليل، لان اليمين على من ادعى الحجة على من ادعى واليمين على من انكر، اليهودي عنده زايد نقص ذلك اليهودي نحن كان عنده زايد نقص محلف على ان الدرع على ان الدرع شرعه وهو فذهب بالدرع يعني. المهم انه نحن من مئات السنين ما عرفناش قضاء، العالم العربي كله ما فيش قضاء وتاريخنا ما فيش، فان تونس هذه تقدم مجلس قضاء من هذا النوع هذا يرفع الراس في الحقيقه ويشعر بانه نحن مؤهل، مش فقط عندنا نواقص جعلتنا نغلط في الرجل هذا ولكن عندنا جوانب ايجابيه يعني عندنا قدرات، الشعب هذا يتوفر على قدرات هي اللي فجرت الثوره اعظم ثوره في القرن العشرين وهي التي جعلت الشعب هذا يحافظ على الثوره هذه في زمن عاصف، زمن عربي عاصف حفظنا 10 سنوات كونه بعد ذلك انتجنا الرجل هذا ولدنا الرجل هذا
معنى هذه الشعوب تقع احيانا في الاستهواء الجماعي، تستهوى في ظروف خاصه معنى، ولكن كما الشعب هذا تخلص من الديكتاتوريين سيتخلص من هذا ايضا. وانا اؤكد لكم بان المجلس كما ذكرت لكم مجلس نواب الشعب بانه عائد لا محاله، احب من احب وكره من كره. انه عائد من اعضاء البلد. صحيح ان هذا القصر لن يخرب حتى من ناحية معمارية، قاعد يخرب، هو قصر تاريخي، دار هنا دار الحكم ظل بتواصل لهذا المبنى يدير الحكم منذ الدولة الحفصية، معنا منذ 600 سنة والحكم يدار. ليس هناك مبنى في العالم استمر فيه إدارة الحكم مثل هذا المبنى إلا وستمنستر في فيأتي بعد ذلك 6 شهور أو 7 شهور مسكر، قاعد الزينه نتاعه معناها تخرب، اللبس نتاعه قاعد تخرب، والمتحف مسكر باي حق؟ حيث هناك سلوك يدل على ان الرجل هذا ما عندوش مستقبل، لانه مش ولد هذا العالم، مش ولد الزمان، يعيش في عالم اخر، هو نفسه قال على نفسه يعيش في عالم اخر، ولان الشعب التونسي يعيش في هذا العالم، ولذلك ما عندوش مستقبل. هذا الطغيان، هذا اللون من الطغيان، ماهوش من قشرة التوانسة، ماهوش من سحنتهم، ولذلك ما عندوش مستقبل. هو عايش بايش؟ عايش بتفرقنا، يعني استمرار التفرق، ولذلك كلكم تحدثتوا عن هذا، وعايش بأنه متفرقين، عايش بأنه نحن مازال عندنا منزع إقصائي، مازلنا نشيطن بعضنا بعضا. شيطاننا العشر سنوات هذه ورجعناها ظلام كلها، معنى ذلك النور هو قبل الثورة، هذا هو النور. والتضحيات اللي قامت بها العباد وقام وأحزاب وشخصيات، ومنها شخصيات موجودة في هذا المشهد، هذه كلها ذهبت هباء منثورا، مش صحيح. العشر سنوات هذه جعلت التوانسة يذوقوا طعم الحرية. لا، اليوم شفت استطلاع رأي أكثر من ثلثي التوانسة معنا رافضين للانقلاب ويعتبرون انقلاب. صحيح يوم 26 قلة قليلة من الناس اللي قالت هذا انقلاب، ولكن يعني دار الزمان ودورته، وبتسارع شديد يتجه هذا النظام، نظام سعيد، إلى الانحسار وإلى الانزواء وإلى أن يثور الشعب عليه ويغيره إن شاء الله. على كل حال لازم ناخذ الدرس من مما حصل، هو أنه لا أحد منا قادر وحده باش يدفع هذا البلاء، أو البحيري ربي إن شاء الله يكسرحه، أحد الضحايا لهذا. لماذا نقموا على البحيري؟ شو عملوا؟ ما قالوا ثري، وإيش بيش إذا كان واحد ثري لازم ندمروا له الثروة بتاعه. الحقيقة الآن صارت الأمور مخجلة، في الحقيقة مخجلة، أنه رئيس الدولة ما يفرقش بين مليون ومليار وما بين، احنا مش عارف كيف تعطى القروض والهبات وتمشي، معناها أمر مخجل في الحقيقة. مش بالفلوس برك، حتى في حساب الناس قال خشوا مليون و800. مظاهر مليون و800 واحد. يعرف يحسب للعباد بالفلوس. يعمل فيها بالعالي ذيك كل العالم. هذه هي الحقيقة، هذه هي التكتيكات نتاعك. يعرف يحسب مليح، شنو نعرف؟ لو كان يعرف يحسب صحيح، راهو 25 كويلة الناس اللي عيدوه وخرجوا صفقوا له، راهو حافظ عليهم، ما حافظش عليهم. بعد ضيع الثروة هذيك اللي أخذها، ضيعها بمدة 6 أشهر. ما يدلش هذا على حكمة. ما يدلش على حكمة، لأنه نحن، أنا اللي نقول بالكلام هذا أنا انتخبته، فليش هو يخسرني؟ يربح هذا، نحن أعطيناه في النهضة، أعطيناه 500 ولا 600 ألف صوت، هذوما الآن ضده، هذوما ضده،
ود تعرف كل حال انت كنت منافس له. شيخ انا كذا مره نقول لو يعرف يحسب الفلوس يعرف يعرفه يا ريت يا ريت يعرف يحسب الفلوس يا ريت لو يعرف يحسب الفلوس ترى ما وصلش البلاد للفلاس. البلاد لم وصلها للفلاس بما لم يحصل في تاريخ الحديث. فأي حكمة هذه؟ تماما هذا الرجل هو ضد الحكمة. لأن الحكمة شنو هي؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه. بينما هل نشوفه في وضع الشيء في موضعه؟ قدمت له 25 شخصية باش يختار منهم رئيس حكومة، اختار الذي ما عنده حتى تجربة في الحكم. شنو الحكمة في هذا؟ باهي على كل حال نحن في وضعية دقيقة ووضعية انتقالية. الديمقراطية في تونس قطار متوقف أمام سد ينبغي أن نزيح هذا السد. رئيس أعطاني عام سلسل ينبغي أن نزيح هذا السد. عام سلسل حكم وقعي كم عام عسكري حكم عام أنا أقعد رأي. لأن نحن في وضعية تشبه في الأخير نكون نحن في وضعية تشبه وضعية الحركات الوطنية. الحركات الوطنية ما يكونش اهتمامها بالجانب بأنه هذا عنده حزب أكبر ولا حزب أصغر، وإنما ثم قضية وطنية. القضية الوطنية الأم اليوم اللي توقف عليها كل شيء وكيف نزيح العقبة من طريق إطار التحول الديمقراطي في تونس، وتونس مؤهلة لهذا. وهذا يقتضي أنه نحن نعتبر أن المهام الوطنية تفوق وتتقدم كل المهام الحزبية، لأنه اليوم البحيري وغدوة سيف الإسلام وغدوة سيف الدين. اليوم يا شيخ نهربنا مع الشيخ على اليهود والمعذبين. كل حال انا متفائل وينبغي ان كنا متفائلين بان الشعب اللي صنع هذه الثوره وحافظ على 10 سنين قادر باش يسترجعها. اذا نحن وفرنا شرط اساسي هو انه نحن تجردنا ولو الى حين من كل الاعتبارات او من كل يعني الاختناقات الحزبيه الضيقه، وانفتحنا على بعضنا وتحررنا من عقليه الشيطنه والاقصاء، وان تونس بدون يسار وتونس بدون اسلاميين وتونس بدون الحزب الفلاني وتونس تستوعب كل اولئك. كل هؤلاء يجب يكونوا ارصده في راس مال تونس. كل هذه الانواع العقليه التي تقول تونس بدون فلان. انا مره قلت للقيس للرئيس قلت له العمليات الحساب تعلمنا 4 عمليات هي الجمع والطرح والضرب والقسمة. قلت له أنا لاحظنا تستخدم عملية واحدة أنك تركت عملية وحيدة اللي هي أحسنهم. أنت تستخدم في الضرب ضرب هذا بذاك، وعملية القسمة تقسم فينا النهار كل، وعملية الطرح هذا بهذا لا وهذا لا معنى. قلت له بينما العملية اللي تصلح بالسياسة هي عملية الجمع، كيف نجمع بعضنا إلى بعض. ناقصنا نحن هذه العقلية بدل عقلية التقسيم والضرب والطرح والمشي بالبلاد هذه. ربي يوفقنا. شكرا لكم وربي يكرمنا في أقرب وقت إن شاء الله، وكل تضحية في ذلك في سبيل ذلك تقول. شكرا يا سيدي الرئيس. إذا كانك ماكش باش تخرج اقعد معنا سي نجيب. طبعا ما نحبوش السادة اللي يحبوا يباركوا ابن حميد.
شكرا مزيد نواصلوا الاجتماع نفتحوا باب التدخلات الاستاذ